صلى على محمد وآل محمد. هذا يوم جات قبر المرحوم الشاب حيدر عبد العاجل عذاره، دزنا عليه أخوه، خدمت أخويا هاي جاته، وإن شاء الله ندليت الطريق، كان بيصعوبة بس الحمد لله ندليت خدمته كامل، قرأت له قرآن مثل ما وصل، وذن الشتلات هم خليت لهم المي، وصلت القبور بخدمت كمان. بس وصفك خليه أكيد يعني الفتحة الثامنة باء شارع عمار بن ياسر فرع 24، مو بالفتحة التاسعة، لأن أنت شبهتني تقول لي بالفتحة التاسعة، قبله بالفتحة الثامنة باء، من التاسعة هم يقدر يجي أي واحد يقدر يجي، بس صعوبة عليكم يعني بعيد من التاسعة، كنت تجي من نهاية المقبرة من الفتحة 12 وتجي عليه، بس من الثامنة باء فرع 24 تنزل على اليمين عليه. الله يرحمه ويرحم شيعته منه.